تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ثاني بطولة موسم القدرة 2023-2024 التي نظمها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة فارس فريق فيكتوريوس بمناسبة تتويجه بطلا للسباق المحلي لمسافة 120 كيلومتر، مشيدا سموه بصدارة فيكتوريوس للسباق وتحقيق المراكز الأولى. وأكد سموه أن المشاركة الواسعة التي شهدتها المسابقات دلالة على الأهداف التي يجنيها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة من خلال تهيئة الأجواء المثالية لكافة الإسطبلات والفرسان من أجل زيادة القاعدة الخاصة برياضة القدرة، مبينا سموه إلى أن مسيرة رياضة القدرة تسير وفق خطة طموحة نحو المزيد من التطور والازدهار. وأشاد سموه بمستويات الفرسان والإسطبلات في السباقات الدولية والمحلية والتأهيلية وحرصهم على بذل الجهد لتحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى أهدافهم من هذه المشاركات، متمنيا سموه كل التوفيق لكافة الفرسان والإسطبلات في البطولات القادمة. هذا وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباق 120 كيلومتر المحلي وجميعهم من فريق فيكتوريوس، حيث حقق سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد الخليفة المركز الأول بجدارة واستحقاق، فيما حاز على المركز الثاني محمد خالد الرويعي والثالث سلمان عيسى. كما جرى تتويج فريق فيكتوريوس بجائزة أفضل حالة جواد برعاية سمو الشيخة نورة بنت حماد الخليفة قائد فريق الفرسان، حيث فاز بالجائزة الفارس محمد خالد الرويعي. أول شيء الحمد لله، حاب أشكر جلالة الملك المعظم الدعم الأول لهذه الرياضة في البحرين، وحاب أشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد والوالد وهني الفوز حق جميع فريق فيكتوريوس.